بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد امين تحل علينا نعمته ورحمته من الآن والأبد امين. في معرض تأملاتنا في المزمور 37 لداوود النبي المزمور ده اللي مكون من 40 آية وبيقدم لنا صورة للحياة الناجحة أو الحياة الحكيمة. وبنحاول نستخلص من بعض آيات هذا المزمور بعض دروس للحكمة. الحكمة اللي ممكن الإنسان يعيش بيها في الحياة. لأن طبعًا واضح أن الإنسان لو عاش بالحكمة حياته هتبقى صح وتبقى ناجحة. ولو عاش بالحماقة وعاش بغياب الحكمة أيام عمره هتعدي منه ويرجع إلى التراب بلا أي فائدة. طبعًا الله خلق الإنسان من أجل هدف ومن أجل عمل ومن أجل رسالة عشان تتحقق. والرساله بتاعه الانسان او قصد الله في الانسان يتحقق من خلال الحكمه. والحكمه اللي هو بيعيش بيها الانسان في حياته يمارس حياته. يمارس ايام عمره في كل المراحل وهو صغير لما بيكبر شويه لما بيخلص دراسه لما بيبقى مسؤول في اسره في عمل في خدمه في كنيسه في سفر في هجره كل ده بيشكل حياته ياخد قراراته ازاي طبيعة شخصياته تكون ايه النهاردة هقف وياكم ويا ايتين من اجمل الايات اللي موجودة في هذا المزمور اية خمسة وعشرين واية ستة وعشرين بيقول كده في الايتين دول في خمسة وعشرين بالك من التعبير اللطيف اللي بيقوله داود النبي في المزمور ايضا كنت فتى وقد شخت داود النبي على السبعين سنة كنت فتى وقد شخت يعني اختبر الأيام ولم أرى صديقا تخلي عنه ولا ذرية له تلتمس خبزا اليوم كله يتراءف ويقرض ونسله للبركة آيات كلمات ذهبية فعلا هقراها تاني وأرجوك تتمعن بيها أو لو كان قدامك الإنجيل افتحه وشوفه مزمور 37 عدد 25 و 26 أيضا كنت فخا وقد شخته كنت فتى وقد شخته يعني عشت مراحل الحياة كلها فتى اللي هو فتيان يعني يعني بتاع 12 13 14 الزمن ده وقد شخته وصل بقى لسنين متقدمه. ولم ارى صديقا، ده داود النبي بيقول، ولم ارى صديقا تخلي عنه. مفيش واحد عاش صديق عاش في البر، عاش في التقوى وايد ربنا تخلت عنه. مش ممكن. لم ارى، شوف اللام الجازمه دهيت، لم ارى صديقا تخلي عنه، ولا ذريه له تلتمس خبزا. يعني نسله الجيل تاني وتالت واكتر آه ما فيش جيل كان جعان ما فيش جيل ما كانش لاقي حاجة تلتمس له خبزا يكمل اليوم كله يتراءف ويقرض ايه ايه الجمال ده اليوم كله حياته كده واخيرا ونسله للبركة عايز اقول لك ان الدرس رقم 12 اللي بيقدم لنا صورة الحكمه هو درس الطمانينه. الانسان الحكيم دايما مطمن. والطمانينه دي اللي نسميها كده في لغتنا العاديه نقول لك فلان ده دا دايما راضي، الرضا. الطمانينه في الحياه. الله يعطينا العمر وبنعيش فيه وبيسير فيها الانسان. والله أعطانا فيها خريطة عشان تعيش كويس اسمها الكتاب المقدس دي خريطة عشان تمارس حياتك بنجاح وعلشان النجاح ده يؤدي بك في النهاية إلى نصيبك السماوي خريطة قدامك أو دليل أو مرشد كيف ما تسميها لكن كل الخطوات ده كل مشوار الحياة ده هو بيحكموا شيء مهم أوي كنت فتى وقد شخت طبعا كاتب الكلام ده هو كبير في السنين ولم أرى صديقا تخلي عنه الإنسان الذي يعيش بالتقوى إيد ربنا ما تتخلاش عنه أبدا ولا ذرية له تلتمس خبزا ما عندوش أي شكل من أشكال الاحتياج اليوم كله يتراءف ويقرض ونسله للبركة طمأنينة الإنسان اللي مطمن تعالى نتكلم في الأمر ده هو بوضوح شديد طبعا داود النبي عاش حياته كلنا عارفين قصة حياته زي ما بنقراها في أصفار العهد القديم في سفر صموئيل الأول والثاني وبنقرأ حاجات كتيرة وطبعا في المزامير في مواقف كتيرة خالص وبنقرأ حياته زي ما حضراتكم تعرفوا أن المملكة المتحدة في تاريخ بني إسرائيل شملت ثلاث ملوك شاول الملك داود الملك سليمان الملك وكل ملك فيهم قعد أربعين سنة ملك يعني المملكة المتحدة ديت استمرت مية سنة وبعدها انقسمت لمملكتين مملكة اسرائيل ومملكة يهوذا والاسباط انقسموا برضو مملكة يهوذا انضم لها سبتين ومملكة اسرائيل انضم لها عشرة اسباط. التاريخ اليهودي بيقول كده. فالملك داوود قصته بنعرفها هو فتى صغير اصغر اخواته في إخواته وكان راعي وكل التفاصيل طبعا إحنا مش في مجال الحديث عن حياته لكن هي دي الحياة كلها آخر أربعين سنة كان ملكا على إسرائيل ملك وبيقول لنا اختبار ناجح جدا كنت فتى والآن شخته ولم أرى صديقا تخلي عنه روح الطمأنينة في قلبه عايز اقول لك اول حاجه المسيح ضابط الكل هو يضبط حياه الانسان وكلمه ضابط الكل ده هي كلمه ايمانيه في داخلك يعني الله يضبط الحياه الانسانيه بكل اللي فيها بكل الاشخاص اللي عايشين بكل الاحداث بكل التواريخ يضبط كل صغيره وكبيره عشان كده من الآيات الجميلة رمية 8 28 كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. دي أحد مبادئ الطمأنينة إن كل شيء بتشوفه في حياتك الله يستطيع أن يخرج منه خير. إزاي؟ أنا ما عنديش إجابة. لكن الإيمان يقول لك هيطلع منه خير. وداود النبي كده داود النبي في وقت من الأوقات تعرض لمشكلات كبيرة مع شاول لما كان فتى داود وهزم جليات جليات الذي كان يعاير صفوف الله الحي واللي كان بيخوفهم بطلعته بشكله وبعتاده وداود يهزمه يعني أحجار صغيرة أو زلطات صغيرة كده من خلال مقلاع أو نبرة نبلة وأنت تأتي إلي بسيف ورمح وترس وانا اتي اليك بقوه رب الجنود وكانت النهايه المفرحه الناس تخرج وتهني داود ويقولوا له داود قتل ربواته وشاول قتل الوف وداود قتل ربوات شاول قتل الوف تعداد الالف والتاني الربوات تعداد العشره الاف ارقام كبيره مضاعفه يقوم يحل شيطان الحسد والغيرة في قلب شاول ويبقى عايز يموته انت يا داود انا مطمن مطمن لان انا في ايدك يا رب ليه كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله العبارة الجميلة ده هي حطها قدامك عشان تنال الطمأنينة في حياتك اعرف ان كل حاجة مدام انت ماشي صح اعرف ان كل حدث في حياتك الله يستخدمه للخير باي شكل من الاشكال باي صوره القصه بتقول كده يمكن افكركم بقصه رعوس رعوس المؤبيه والتي تغربت وزوجها توفى واخوها توفى وحماها توفى في بلاد غريبه ورفضت ترجع وعاشت هذه الطمانينه مع حمتها نعمة هي واثقة أن كل الأشياء تعمل معا للخير يوسف الصديق كل الأشياء تعمل معا للخير بولس الرسول كل الأشياء تعمل معا للخير بطرس الرسول ماري مرقس ماري مرقص لما جانا في مصر هنا وكلنا طبعا عارفين سيرته وقصته كنا بنحتفل بيه امبارح آه القديس ماري مرقس يدخل مدينة الأسكندرية ما يعرفش فيها حد يتهرأ الحذاء أو الصندل يعني على الأصح ويروح علشان يصلحه عند واحد إسكافي كلنا عارفين القصة الجميلة دهيت إنيانوس الإسكافي أو حنانيا ويبتدي وهو بيخيط الإبرة تدخل في إيديه ويصرخ يا الله الواحد باليونانية وقل له أنت تعرف الله الواحد قل له أسمع عنه بس قل له طب تعالى علمه وتبدأ تبتد... 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 رحلة كرازة عميقة جدا سمرها اللي بنعيشها النهاردة في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية طب مين اللي حط الخطة دي الخطة دي كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله أول علامة عشان تعيش في الطمأنينة اعرف أن مسيحك ضابط الكل وأن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله نمرة اتنين نمرة اتنين في حلقة حياة الطمأنينة وحياة الرضا اللسان الراضي أنك دائما تشكر الله على عطاياه الله عطاياه كثيرة وجديدة في كل صباح احنا بنشكره في صلاة الشكر الصلاة اللي بنصليها سواء في البيت أو في الكنيسة سواء بنصليها فرديا أو جماعيا بنشكر الله على أعمال كثيرة عملها معانا نشكرك يا رب لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك وأشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة ودي أعمال عظيمة أرجو أنك تشعر بيها لما تقول له يا رب أشكرك لأنك سترتنا اعرف قيمه الستر واذا كان الله سترك لازم تستر على اخوك هي دي الحياه هي دي الحكمه نشكرك يا رب لانك حفظتنا بتحفظ حياتك وحياه اسرتك الله يحفظها وبتساعد انك تحفظ حياه الاخرين ما تكونش سبب في اعصار الاخرين او انك تعرفهم الطرق منحرفه لتدمير الحياه زي اللي بيتناولوا الدرجز والمخدرات والحاجات اللي زي كده انتبه فعطايا الله كثيره هل بتشكر ربنا عليها؟ كل ما تشكر كل ما تشعر بالطمانينه كل ما تشكر كل ما تشعر بالرضا في داخلك والحقيقه كنيستنا بكل حكمه ابائها ومسترشدين بالروح القدس لما يحطوا صلاه الشكر قبل كل الصلوات في القداس نصلي الشكر في الزيجه نصلي الشكر في العشيه نصلي الشكر في الجنازات نصلي الشكر في حياتنا مزامرنا اليوميه في الأجمية نصلي الشكر اه حياه الشكر ومن التدريب اللي أحبك تعرفها ودايما أديها لبعض أبنائنا يعني إنك أنت اكتب قدامك قائمة بتلاتين حاجة في حياتك ربنا قدمها لك ربنا أعطاهالك لك أعطالك أسرة طيبة عطالك تعليم حلو اتعلمته عطالك صحة كويسة أعطالك مكان حلو عايش فيه في بيئة نقية عطايا كتيرة جدا اكتب التلاتين حاجة دول واشكر ربنا كل يوم على حاجة منه اشكر ربنا هذا الشكر انت المستفيد بيه بس هذا الشكر يعود عليك بروح من الطمأنينة ويقول لنا كده ليست عطية بلا شكر ليست موهبه بلا زياده الا التي بلا شكر. يعني كل ما تشكر الله يعطيك اكثر فتطمئن اكثر. حياه الانسان كده هي دي الحكمه. فكن انسانا مطمئنا في حياتك بسبب الشكر. الانسان بقى في واحد ما بيعجبوش حاجه. وفي واحد دايما متذمر. وفي واحد دايما رؤيته للحياه رؤيه سوداء. او رؤيه ما فيهاش طمانينه او رؤيه فيها خوف رؤيه للانسان فيها خوف خايف خايف من المرض خايف من المستقبل خايف من الحياه نفسها باي شكل من الاشكال انتبه لكي ما تكون مطمئنا قدم شكرا متواصلا واشكرك يا رب ورتل في في داخلك السبع عطايا اللي بيعطيها الله لنا اللي هي سترتنا وأعنتنا وحفظنا إلى آخره. الحاجة الثالثة أنك عشان تعيش وتتمتع بالطمأنينة التي هي درس من دروس الحكمة إنسان الحكيم دايما مطمن مش شايل هم حاجة مش متوتر مش قلقان مش مهموم هو إنسان مطمن النقطة الثالثة في الحكاية دي أنه يعرف مبدأ الأمين في القليل سيكون أمينا في الكثير تعالى كده نرجع لمثل الوزنات عطلوا خمس وزنات وعطل الثاني وزنتين وللثالث وزنة اللي خد خمس وزنات تاجر بيها واهتم بيها وربح 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 ربحه كان خمس وزنات أخر مية في المية ده واحد كان مهتم تماما ده ما ضيعش ولا دقيقة ده كان ملتفت لأن الله أعطى للإنسان عطية سمينة جدا اسمه عطية الوقت فهو كان أمين في وقته فتاجر وربح وبلغتنا الحديثة كان عالي الاستثمار التاني عمل زيه الوزنتين تاجر بيهم وربح وزنتين. طب وبعدين التالت بقى؟ التالت أولا فكر فكر فاسد وفكر شرير وخد الوزنه لأنه إنسان كسلان، خد الوزنه وحطها في الأرض. ولما تحطها في الأرض هتجيب إيه؟ فين فين اجتهادك؟ فين نشاطك؟ فين تعبك فين مجهودك ولما جه سيده يطلب الوزنة رحمة الله حاله بالتراب كده قال له تفضل الوزنة بترابها ولم يحقق شيء عشان كده كنت أمين في القليل أقيمك على الكثير أدخل إلى فرح سيدك أدخل إلى الفرح خد بالك الدعوة أدخل إلى فرح سيدك ده بفم المسيح يقولها لك دعوة خاصة فرق بين إن واحد بعيد يدعيك لأي مناسبة وفرق إن صاحب المناسبة نفسها يجي يدعوك ويقولك لك اتفضل عندنا ادخل إلى فرح سيدك أمانة الإنسان أمانتك أمانتك في كلامك أمانتك في وعودك أمانتك في معاملاتك الغريب يا أحبائي أن عدو الخير بيجي يبذر في اذهان الناس ان دي كلمات حلوه وايات حلوه بس مش لنا مش للزمن بتاعنا ابدا اعرف يسوع المسيح هو امس واليوم والى الابد الوصيه بتاعت يسوع المسيح امس واليوم والى الابد فعاله كلمه الله حيه وفعاله وعمضة من كل سيف ذي حدين وخارقة إلى مفرق النفس والمخاخ والمفاصل ومميزة أفكار القلب ونياته الكلام ده مش كلام قديم ده كلام بتاع كل يوم إذا كن أمينا في القليل الذي في يدك وأمانتك في القليل ده هي هتبارك وهيعطيك الله أكثر وأكثر وهتبقى إنسان دايما مطمن أحيانا الإنسان بنسميه في أمانته في القليل عملية التدبير 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 دي عملية مهمة التدبير على فكرة اللي طلع منها علم الاقتصاد الايكونومي والتدبير في استخدامات البيئة والطبيعة يعني افرض استخدمنا كل الجبال وطلعنا منها كل الرخام ما هتيجي أجيال مش هتلاقي رخام افرض استهلكنا الأرض في الزرع بطرق كتيرة، هتيجي الأرض تنضب بعد كده مش تطلع زرع. افرض استهلكنا الطاقة في اللا شيء، هنيجي في وقت نحتاج طاقة مش هنلاقيها. من هنا جت عملية التدبير. وزي ما بقول لك الأمين في القليل، أمين في الكثير، التدبير هنا أحد وسائل طمأنينة الإنسان. الإنسان يكون مدبر. ما بيضيعش سواء فلوسك ازاي تكون مدبر فيها سواء قليلة او كتيرة امكانياتك اللي موجودة الامكانيات اللي عندك حتى الورقة اللي بتكتب فيها حتى اللمبة اللي بتنورها حتى رغيف الخبز اللي بتاكله ازاي الانسان يكون مدبر يعني احصائيات العالم بتقول ان في مليار من البشر لا يجد كوب ماء نقي صالح للشرب مليار من البشر ألف مليون طب ما هو الناس دي تعيش إزاي أو هي عايشة إزاي إذا التدبير أحد الصفات القوية اللي تندرج تحت الأمين في القليل أمين في الكثير هل أنت أمين على وقتك هل بتدبر أيام عمرك صح كل ده يساهم في ان تكون حياتك حياه مطمئنه وحياه طيبه هديكم مثلا مثال في العهد القديم لما كان سمعان الشيخ بيشترك مع اخرين في الترجمه وجت العباره بتاعت هوذا العذراء تحبل وتلد واعتبرها انها مش مناسبه فحاول يحط لفظ يكون لفظ يعني يعني كده غير الكلام اللي قدامه فعايز يكتب الفتاة هو الفتاة كلمة يعني مش واضحة قوي فيجي له الصوت يقول له اكتب زي ما انت كاتب زي ما انت شايف قدامك في الترجمة يعني وهتعيش لغاية ما تشوف بعينيك وفعلا يعيش سمعان الشيخ ويتقدم في الأيام كان أمين كلمة، أمين في كلمة، في الترجمة طب وبعدين يقول آه الآن رأتك عيناي. النهاردة رأتك عيناي، شفتك. النهاردة آه أنا آه الكلام اللي حصل زمان شفته دلوقتي. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك لأن عيناي قد أبصرت خلاصك. الذي اعتدته قدام جميع الشعوب، ده واحد بيتكلم باسم العالم كله. نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك اسرائيل. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام، خلاص كملت. طب أنت عشت ازاي؟ أنا عشت مطمئن لغاية ما شفت بعيني، طبعاً عيني كانت عجزت سنين كتيرة الصورة دي صورة من صورة الأمانة في القليل، حتى لو كانت في كلمة. ايضا حنا النبيه في تذكارات ميلاد ربنا يسوع المسيح ازاي انها عاشت انسانه متعبده وعابده في الهيكل عشرات من السنين بعد ترملها. طب وعاشت ازاي؟ زمان ما كانش فيه لا قوانين تامين ولا معاشات بتقدم للارامل ولا مساعدات اجتماعيه ولا حاجه خالص. طب انت عشتي ازاي؟ عشتي ازاي مطمنه؟ الإنسان الحكيم اللي يضع رجاءه في الله دايما يعيش مطمئن. قلت لك نمرة واحد المسيح ضابط الكل ونمرة اثنين أشكر باستمرار على عطايا الله العظيمة ونمرة ثلاثة الأمانة في القليل وقلت لك أنك تكون إنسان تعيش التدبير عشان تبقى دايما إنسان مطمئن ابعد عن أي تذمر أو تمرد أو ابعد عن الناس اللي عندهم الصفة دي في واحد مهما عملت وياه هو متزمر في واحد باستمرار كده في واحد دايما مش عاجبه حاجة مش عاجبه شيء مرة بعت اتنين من سنة من سنين يعني يشتغلوا في مكان وكانوا خريج كلية التجارة راحوا يشتغلوا في المكان في المكان يعني في نفس مصنع كده وبعدين بعد أربع خمس أيام قابلت واحد منهم الصبح فبقول له أنت إجازة النهاردة ولا إيه؟ قال لي أنا سبت الشغل. قلت سبت الشغل بعد أربع خمس أيام؟ قال لي يا أصل المرتب قليل. طب وصاحبك؟ قال قلت له يسيب الشغل زي رفض وقابل كده. الصاحب اللي استمر في الشغل النهارده يحتل مكانه مرموقه جدا، القصه دي عمرها خمسة 25 سنه. يحتل مكانة مرموقة جدا في المكان اللي هو فيه ولم يتركه وكبر جواه كبر جوا المكان وكل آماله وأحلامه اتحققت ويعيش في طمأنينة صاحبنا التاني بقى اللي ساب الشغل بعد أربع خمس أيام لم يستقر في أي عمل أكثر من شهرين ثلاثة وبينهم فراغات يقعد شهور عشان يدور على العمل إنسان متذمر إنسان مش عاجبه انسان مش عارف الطبيعه بتشتغل ازاي الطبيعه بتشتغل ببذره صغيره تنمو الى شجره فارهه دي الطبيعه دي الحياه الانسانيه لازم ابتدي صغير واكبر مع الايام وانمو بص كده وانت ماشي بتشوف شجره مغروسه بتطلع السمر بتاعها ازاي وخضرتها ازاي مستمره ومغروسه ثابته وتمر عليها اجيال او نخله كبيره من فضلك ابعد عن روح التذمر ابعد عن روح التمرد روح عدم قبول الواقع اللي انت فيه عيش بالرضا عيش بالرضا كنيستنا فيها تقليد لطيف قوي ان احنا دايما لما نشكر ربنا نشكر ربنا وش وظهر ايدينا ونقبل يدنا وش وظهر ولما نسال الاباء يقول لك دول وجهين في وجه خشن وفي وجه ناعم فإحنا بنشكر الله على الحال الخشن وعلى الحال الناعم وكل حال بيقدمه ربنا حلو لينا خالص عيش بالرضا الرضا والرضا يا إخوتي ليس معناها الاستكانة مش معناها أنك تبدع مش معناها أنك تحط إيدك على خدك الرضا معناها أنك تجتهد بس تكون أمين وكل اللي يحصل أنت راضي بيه وبتجتهد في عملك او في دراستك او في مشروعك او في مصنعك او في ورشتك بتجتهد وشويه بشويه الله يحقق معك خير كثير. هذا الدرس درس رقم 12 من دروس الحكمه كنت فتى وقد شخت ولم ارى صديقا تخلي عنه ولا ذريه له تلتمس خبزا. خالص، الحياة كده، ده درس من دروس الحياة. اليوم كله يتراءف ويقرض، بيقدم على قد ما بيقدر بيتراءف يعني بيقدم رأفة وبيقدم رحمة ويقرض الآخر ونسله للبركة. الحاجة الجميلة بقى إنه مش بيعيش البركة في زمنه بس، ده هو بيورث البركة دي كمان. شوف الطمأنينة قد إيه. يعني هو عارف ان الناس اللي ربنا بيدهوله هيعيش بالبركة الطمأنينة دي تمتد من جيل تاني وجيل تالت وجيل رابع وهكذا هذا هو الدرس درس الرضا والكفاية أحد دروس الحكمة اللي بنتعلمها من مزمور 37 وزي ما دايما بقول إنك من فضلك اقرأ المزمور وقف عند بعض الآيات اللي بنقف عندها للتأمل وكدرس من دروس الحكمة ولما تكتمل الدروس ده هي بترسم قدامنا صورة الحياة الناجحة صورة الإنسان الناجح وما تنساش أن التقوى مع القناعة كنز عظيم تقوى الإنسان حياة البر مع القناعة مع الرضا كنز في حياه الانسان يستمر على الدوام لالهنا كل مجد وكرامه من الان والى الابد امين